الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان واكي بغل أفرطني الشناد كمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، وحينو دنبي باب كرامات الأولياء وفضلهم أي نور أدلية حديث قصة مري، وحينو دنبي حديث كي كصاب سنة شيغشده اي كشيغتي ري كوفا صحابي قيمه بدنا سعد بن وقاص اها قدمنا عمر وحلك كقاضي انا ديبي عمار بن ياسر وذا ذكرنا سكلي بشيغان نائبكي سيبا لو وريجي عمار نو دنبي يراهدان لكن وما في صحيح اي اولى قضيه دي نو دنبي سمرك سعد كساب سنيت دور قضوب يربا انه دول استاغينا قدمنا وينو كتغينا حديثك سعد مرك الله قصوا تجوابك لو تلقى لي تصد وتصي أكرامات الأولياء وزيد الله سبحانه وتعالى وأقبل الدعاء سعد ما دام مظلومها ولا دلمي نك دلمينا إلهي وقصوا صار الدلمي يا عبد الرضي بصر حمد وكوك عاي مرك الله قصوا تجو وحكوا شروك له مسألة دي لورنجري أصوليات كأما عقائد كلورنجري لازم المذهب ليس بمذهب وجمهور طائقبان جمهور المتأخرين باقبة أما متقدمين تهدكور بأن مقالات كتل مانا يووي تفصيليا ووي كالاقادانو هدي ولازمكو يهي مد بنانك يالو بيّن وظاهر وضروري مذهب بي اعتباريان هدو خفي يهي دقيق أنا مذهب كمصو قادان تاسي وحينو كودنا صحابي سعد نينكي أسامة ابن قتادة وحكوها باري إلهي سبحانه وتعالى إنه الدين كيزي كفتنا إيوه وحوري هدو أدوانك إلهه وبين شيء إيوه فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن معصية إيوه الدنوب إيوه بلايو إله كفتنا تينوا كل عضي حق شرعي جنية الدين تنو حد أكتهين معصيدة وضد كلوها بارو أما الله سميو أما أين دعذ الله شعلاه أما الله دونه أما وادم بي أما كفري كل با سيد أي درجة دا يقول هذا شرعي ما كله فيري مركز سعد نينك في الدنيا يدم بوكوها باري تام معني هذا وحوي سعد معصيه كل عيم الله ورنكره سعد معصيه كل عيم الله ورنكره هذا ترى لازم المذهب ومذهب مالك اي اريغا وخا كدلانيا يا فلكا وخه كينيا كدلانيا ادو يادان او قصدين به ما لا سو قاديا ان اد قبطو اما اد سميس مسميا مساله با امريس سيدا ثواب كا كانو كلا مركا وا لازم ان مو قانون دقيق او قران كرو كو ييمد نبي الله موسى اي هارون با كو هبار فرعون ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال لبضا يكفر أميس قصد إن أجدده وحي أهيد إلهي قال كأنه عذابه أو رباتي أو ظالم كالغا أرقصت أجدده سعدنا واسداء وكالي ظالم كان إلهي إنه سبحانه وتعالى أغا أرقضه أغا هيليه أم بأجده مويه نظر كيسو أمج كما أدنين معصية دعيد هذه يشعيل كيد من نبأ تاوى مسألة مسألة اللبات سيدنا عمر سياسة ديسا كصاب سنة ولادة غوبرناتورياشا يا أمرا دا حلو أصو خليفة وحي أهيد وأصو عدي والي كاستي مسؤول والبي بلشدا مركا مسؤول كويا كسو دعوته وحبالا قاضيين وحلكا كقاضي دعوة داسي أما ربها النقطة أما بينها النقطة صدع الريموت بنوية لسيدا أيضا كو أصبح كبقي برشدة سيهاتي سوى عبطي وعبشيد وحبا لغا قبان وإن فتنة إيا دبيا خاخول إيا حسلون الدهر ميشا وكيمات مدى اللبات وحو أركها يي بدليد لبدلو والقان ونين الله مدى اللقوبة لأما كفي عن ويوسهل ندو صحابة باردوب نيد أصبح أكتيس وابوحي مدى صدحات صحابة وحيل كاسي إن لغا قادو الدنبل وأركها يي ممصلحة واحد ويبا جعل عمر أساقا قصب هاي مويري ميزن ربين حيل كايو مسؤولية داس لمن واصل الريح هايو أميرهان كحرمين هايو خليفهان كقدرن هايو بحلك وقبتن موين من الدنيا دونا
oo tala doona iyo maamulka kursi u dhimanaya ama rajaynaya ama jacelmaysan ahay waynu u suuragalaysaa inuu ninkii laga sheegtay ninka fiican ama lamida ku bedelo fidnana waa ka baqay qaacidaas uu ku dhaqmi jiray siyaasadiisu xilligu khaliifka ahaa waa dambana loo baxsaday saa darteed sacad ibn waqaas sayidina cumar markii baadhitaan uu sameeyey oo maxamed naslama uu diray wuxuu ogaaday waxa lagu tumo dhan inuu been yahay kadib buu ka codsaday in xilkii uu dib ugu celiyo sacad baa diiday oo maya marba haday warkaa sheegee xilli aad markii iga qaaday dhib buu igu ahay mar dambe ku noqon maayo ku noqon maayo waa ka diiday marka faruu ka qaaday waagi dambe sayidina cumar la dilay uu shiidayey waa sayid dardaarmay ee yidhi khilaafada iyo maamulka muslimiinta lix nin baan kaga tagay lixdaa ka tashadeen yaa ku jiray lixdaas sacad buu ku daray wuu la hadlay markii shantooda kale wuxuu ku yidhi haddii sacad aad khaliif ka dhigtaan oo doorataan fadaaka waa u qalmaa waa ninkeedii inuu madaxweyne muslimiinta u noqdo haddiise uusan noqon waayo lixdina mid ka mid oo kale uu khaliif noqdo sacad waa inaad kaalmaysataan ood ka warqabtaan maxaa yeele waagaan xilka ka qaaday ogama qaadin can cajzin walaa khiyaana inuu xilkiisii ka soo bixi waayey ama uu dhagar iyo khiyaano sameeyey ama laga sheegta saddexdaa sababu dadka xilkooga qaadi jiray in bulshadu ay jidhaado ama uu ogaaday ninkan xilka loo dhiibay inuusan ka soo bixi karin waa cadamulkafaa'a la yidhahdaa iyo inuusan ammiin ahayn oo dhagar iyo khayaano xagga xukumka qadaha wax qaybinta cadaaladiisa wax laga sheego oo marka ammiin noqon waayo iyo in bulshadu ka cabato wax kaleba saddexdaa sababu uga qaadi jiray marka wuxuu yidhi xilka ugama qaadin can cajzin inuusan siyaasi iyo maamulo fiican ahayn ugama qaadin inuu khayaano sameey ugama qaadine sheegashada reer kufo nafta ii keenta baan oga qaaday ee marka khaliifna waa usuu badaa hadduu khaliif noqon waayena ninkii khaliif noqday madaxweyne noqda waa inuu kaalmaysto yidhi saas u dardaarmay oo saas waa xaaladiisu ahay midda intaa raacda waxa weeye oo masalada la socota ah qadiyadan marka daalimka ku dulmay wadada waxay sheegeen qur-aanku maadaama uu yidhi wajazaau sayi'atin sayi'atu mithluha ninka ku dulmiyey wuxuu kugu dulmiyey haddaad ku habaartay in aad habaarayso inaad sabirto war la garto haddaad sabri weydood aad goosanayso qadarkii iyo xadkii ha dhaafin baa laysku ogaa sayidina sacad bin waqaasna ninkii hawshiisii saddexduu ku habaaray saddex ka daran saddexuu ku sheegay uu ku tuhmay saddex ka daran buu ku habaaray oo muxuu yidhi ilaahay uu faqrigiisa dheere oo cimrigiisa dheere oo fitne oo diinka ka fitne culamada marka waxay leeyihiin qasab ma aha intuu ruux kuu geystay xagga qadarka inaad u geysato shardi ma aha laakiin wuxuu kugu tuhmay ama dhibkuu kugu dulmiyey hadduu diin ku saabsanaa diintaad ka habaari kartaa hadduu dunya ku saabsanaa dunyadaad ka habaari kartaa intisaarkaadu iyo hiiladaadu ama hiishigaadu waa inuu ku saabsan yahay meeluhu asagu kaa taabtay haddii laakiin aad ka badiso xadgudu bay noqonaysa saa darteed sacad maxaa laga weeraray waxaa la duray cadaaladiisii waxaa la duray cifadiisii iyo dhowrsanaantiisii maxaa kaoo la duray geesinimadkiisii baa la duray laba arrimood waxay ku saabsanaayeen dunyadiisii halna diinkiisa ku saabsanaa asaguna intoo kale buu ku habaaray allahuma atil faqrahu wa atil cumrahu waa adduunyada wacaridu lilfitna waa diinta ka gal saddexdii unbuu asna saddexdii u dhigay aqbalkana allah iska leh addoonkii la dulmay hadduu ilaahay u cabto haddii qaabka ruuxa daalimka lagu argoosan la badiyo iyo haddii laga badina iyo haddii laga yara haddii la ekeysin allay u taallaa maxaaye waliman intasara bacda dulmihi fa ulaaika maa calayhim min sabiil wey qadiyada markii inahaasaynu kaga tegnay sayidina sacad dulmiga la dulmay ilaahay baa uga gargaaray wuxuuna ahaa mustajaabu ducaa waa la yaqaanaa وعن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن سعيد بن زيد بن عم النفيل العدوي رضي الله تعالى عنه خاصمته وحال الضوضي أروى بنت أوس أيا لضوضي كقبستي بير نول بي كقبستي يدرس كآية إلى مروان بن الحكم ابن أبي العاص بيكو لضوضي الأموي ومركا والي كأها مدينة كأها قبرنطوري ودعد وحين الشيكة قبرنا أروى أنه أخذ شيئا من أرضها إنه كدعي
وحكمل ذلك هذه. فقال سعيد وحول بن زيد أنا كنت آخذ شيئا من أرضها بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا كنت آخذ ما أنا كقاضنا يبول وما أنا أحمد كقاطو كدعي شيئا شيء ومن أرض ألوك يدي كمذا بعد الذي سمعت من رسول الله. أنت كم قلي نبي محمد حديثك كصاب سنة قل روحي ظلمية آخر قورت اللوك إلا يتضبر. قال مروان وحوجري ماذا سمعت من رسول الله؟ محد رسولك إلهي سعيد وكم قش. قال حول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا نك الظلمية قاتل تاكو ومن الأرض الأولك كمدة ظلما قرد الركو قاتي حد قدب طوقه وحلو قورين لو قور جرين قورت اللوغ اللو سرهايا إلى سبع أرضين قوب تبانتي سال لو حردو اللوغوي ونحن لقدو إلي أيا تطور لك سوغوين يا قورت اللوغ اللي لو عيبين يا عليس كذي عذاب كذي علامات حمب الله قرد يا. فقال لهم مروان وحكيلي لا أسألك كويدين ما يبينة عدين يا مقراتي بعد هذا أنت الحديث كان شيك ترعس كتكد حوجي ذا سوى البو صحابي حديث أول يا مركة قدير قر له تاغي هاي مدعي أنا بينا لقربا يا مقراتي نينك إنكر سنة ضفر سنة وحال قربا دار هضو نينك مبينة وايو وحوي مقراتي إسلامتم مهينين سعدنا بين الله ما إيمانين لبت سعيد بين مخاتم مكة يعني دارت لقولها دارتي لقولها أبو حكور ذا يا حديثك وقبص ذي محد نك واو يسمعها هؤلاء إذا أروى هيد بنت أوس ويو إذا مخراتية عضين وإيش يا جنايسة سعيدنا وحوي لما أنا أقول كرعة هاي أنت النام حسيت كم بقلي وأنا يا قناة سعيد والله يا قناة عشان المبشرين بكجرة عمر نين ما درب يا هنا ذو قيمة بدن بوها كدم سعيد وهب ارتمي. فقال حول اللهم ان كانت كاذبه الهي ودي بين شيغيس غبدان اروا او يدلميس امدي اوو ديرت بين ايغا شيغتي فاعمي بصرها الهو ارق يدقات الله ان دتر ان دها كسي قاد يا ارق وقتلها الله كدل في ارضها دولك ايليده ويغا دحاي الله كدل بور ميل كلبيسن كدمن دولك قدغيس ها ايدو. قال وحول تابعي ورني فما ماتت ميسن دمنين جواد ايد ارواح حتى ذهب بصرها الى عندي اي ويدي وين دبش الدم هبارك با كدعي حق زوما ان اي كدمتو غريغيدي دولكيد وبينما حل هي تمشي اي لوين في ارضها دولكيد قدغيسي اي كهيسد سعيد اي لو وخو اي غدعي اذا وقعت وهي كدعدي في حفره قد بي كدعدي لقدي عيل غوف اي كدعدي فما تضوي دمتي وبلغ سو بخين واي الكي با لغو دوغ متفق عليه. وفي روايه لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه روايه مسلم اورينا وحا كتمد حديثك حديث له معناه وحانا انت ديرا وانه راها محمد بن زيد واركي بو شيغي غبدي عمياء يدو اندلا تلتمس الجدر دربيها قبسنيس ومركه كعس دربي رادنيس ودم دربغاس اي كسونيس تقول أيليه مرك ليد محاك وقول دعاي سلان يربى بطاي محاي دندم تاني أصابتني دعوة سعيد وحايها لي شيء هبار يقول دعاي هبارك سعيد با يقول دعاي وأنها مرض وحوش محمد بن زيد رواي ديسي في مسلم إنه يصوم مرتب وشيك على بئر في الدار عيل كويا لقري أي شيغان يسيلا سعيد با وحيقا قاطي الذي دار تاس وخاسمت وأي كلضو دي سعيد فيها في الدار فوقعت فيها عيل كبا يقول دعاي وكانت قبرها عيل كبا وحون نقضي قبر جيدي ونقضي ساس يقول لمطي لبما السلام عليك الرعضو إلهي دعاء وكاقبل سعيد بن زيد وكرامه إجابة دعوة المظلوم وبنان كيتا الله ومن كرامات الأولياء وانت وحادير سعيد مكل لي تسلانت وتريقور غنان انت اسو إغار دعاي يوحيقور انتين كار دعاي انت ها انت بو اداي حور قادو أنا هو بأنا الظالمتها ودبين شيء يسو قادو لكن واحد كقاد waxba iga siin habar boolo joogsada ilaahay baa ka aqbalay habarta oo dhimanin ee islaanta oo dhimanin ee saciidna taagan yahay murwaana taagan yahay baa ilaahay roob badan keenay dhulkii buu roobki xaqay markaas waxa soo baxay soodimihi waaga dhulka la qaybsanahay dhakawyo la gali dhulka jiro oo dhaxyo la suro markaas la arkay dhulka saciid qayb kamidana islaanta xuquuq ku qaadatay soodintii si dhakawyada saciid ba waxay ku jiraan ba gurigeedii bartankeed
إنه وحكا قاتي إسكداي أيضا وحكا دعضي رلوم رلوم متري قاتي مركز هذا نوعي دعائي كهيس مركو كتك هيا حتى يقولها قاتي وداي ووهو بيئن قول كيسية ويكا دعضي ومع ذلك أصغو النول با إلهي بريي علي تذكر أنه أقادين سادة مروانا وكيل وحمق رتاكو ويجين مهي أصغو أنه أقاد تنازلي رب إلهي كانوا وحرم بعدي لبدا قاب إلهي سبحانه وتعالى هوشيسي وفضي مركا دتك مصلحة أهل خير كا ولا إسك إلالية ظلم جودة ظلم جودة ولا إسك إلالية هل سوي آخر الآن يا الدنيا الآن بيلي ذا هاي وعن جابر عبد الله الأنصار رضي الله تعالى عنه ما قال أحد جابر لما حضرت أحد مركي لجاري أحد مركي لجاري سنة هذا هجرة قرن إيزان أويتمد دعاني أبي أبهي عبد الله بن عم حرام بإيري من الليل هبي النمو إيري فقال وحوري ما أراني ما في لها يسمى أركو إلا مقتولا مثل الدلها ينان أهي في أول من يقتل من أصحاب رسول الله ضدك أهو الرئي كشي إذا أصحاب النبي صحابة النبي محل مانتا وحودا لتشوق بريبا للإسقال إياي ضدك أهو الرئي الشهيدة ينان كجرون بارسو أركابور وفراسة هي كراموي عول كبا مدينة دول فردية بالربا لقوان سيدين لدقال لهم ويل كسب ويوار وحوري بري إنا شيدي بان في الهاية سيدي بان نقطة ما وراني ما في الهاية بسما أركبر إلا مقتولا من دل هاينا نهاية من في أول من ضدك أهو الرئي يقتول لدل هاي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذن دردارا كقبصوي وإني أنا ورهدان عبد الله أهي لا أترك كتك ما يبعدي قداش إذا أعز علي وحي قالسا منك أديك روح آدم أدونك جوغا مانتا أن كتش على أما إذا قيمة بدن أكتيدا أديك متشرو غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كأهين نبي الله محمد نبي الله محمد دوحاوي روح بن آدم وأقول ما أما أن كتش على هاي أما كقالسا أكتيدا متشرو نبي قاتل لك صوتك جابر وقلبك روح كاوين متشرة دردارك يقدر يسول وإن علي دينا لبدا أرهمود وشيغي وقول ديك دردار كيسة يا حقيقة يا سبرسين وسبرسين والكيسة هدي وكتغ هايو فقدي دين تا يقب بحبور دين تا أن كتغ هايو يقب بحي واستوصي بأخواتيك قبلها والله دانا ودردارا خيرا ونا قبلها والله يساقالك إن كتغ هايو شهيد هايو أقو سبع عودة قالي يسان دريم مقناش هايو هيدا هذين أباها نوردون تي مرد منن نكادين تود أنت نين في عنكتها أما ورال في عنكتها أما صاحب ونقص عنكتها سمعت وحيدا هب المرد منن نوردون تي هب المرد منن نوردون تي دهن محير وشجع نين أصيب متلا أول مدة وعروتي أهلك أو خير بدن بق أما أصيبه كلا وشجع ساس ولا دردان فأصبحنا بالجابر وان وبرسني فكان أول قتيل عبد الله أباي وحن نقول روح أهري شيء ذيبا وهذا من الكرامات والله تسابينه ودفنت معه وحن لحب علي بوري آخر عفوا في قبره مركز الشهداء وحد بطين هدي تبرن له وداو عنا بدنا وكنا بقولي لبا لبا يصدح صدح يا قبر قال له قلي مركز النبي صاحب أهاي اسكو قويسنا أهاي ونعم وجمح الأوغاس أها نافين أهابا نبقوا لحب علي عبد الله بن عارم عمرو مال إيل كلام مرشي عمل جموحنا والله دوار دقي نكى هذا قيام بدنا هذا قرقص الشكين ثم أنت أكذب ولم تطيب نفسي نفطي ذو ميسا كقنع كما إيمان سمين بولم أن أترك أباه إن كغطه مع آخر قبر إن كل جود دايان على يستيبوري أو بل قبر أسو كل جو كيا أن كحباله مرك إنا نكدة يا قبر قاسي وذات كلا قوة الجيران ونول بعمل كسجوني ذا والله كل ما هي عليه سبحانك دار يا مي فاستخرجته أباه من صوصاره بعد ستة أشهر لحد بلوت كذب نبي محمد ولا بعدين ويتي نبوا كيدا قاتل إسكما صم إنا صو فإذا هو أباه وأبا صو كيومي وضعته غير أذنه مالك أنا حباش الجليي بو سدي بو يهيبور وحن دكتي سكا آي مش هدكتا يد مدابني يرحم مدوبات قيب تاس عرشو ذي هواهم كأي وحصدان اللي حبلوا تكذب
فجعلت وحانقو يالي بوري في قبر قبر بانقري على حدة قوني سقوني عن قبر أقلي بوري قبر مضح بنان وانا أحدنا إيسان أحدنا اللو ذاقي نبان آبا يكو حبالي رواه البخاري مركم حاكو جرا وحوري برين لا يدي لي وحان أهين مفلا هاي هادو انتا كود ديسان لها حتى وحليها واسكا أطرسي وحوري بدتك أهر ريان ولي بقى دتك أهر ريان شهيدية سدي بين نقطي وهذا من كراماتي الأولياء وحكسي دارن لحبلو تكدم يبسيدي سيها يؤون عرطابنين اون اسبدالين انت وحادير أفرطن إيا دور سنة كدب بعدما شهداء أحد لحبالي أفرطن إيا دور سنة كدب خلافة سيدنا معاوية أي وحا الله بهذا إن لصومر يقعن يكنا البيا قاضو ورابية مدينو حافظة كمدة إيا بيركويال ملك الله مريال لو أي مركي لك لسيها ديداتك أي فربطيه وحلقو قصبنا ذي ماشي يكون حوالين إن قيب كميدة على صومر يكنالك إنت ما كنالك اللي سوى شيء حين اللي سوى قاعد سنين بوا حالي وركت الله صوص صاروا مدينة لقى دواقة وحالي شهداء وأحد دتك رج دتك كشيء ده أهل كودي أها نك الله بحكاره شهيد كيس إنت الله بحملك له أكو حباله جابر حلوان وبرمني أبها يرجل لميت كأو صدوا ذي أه أن وحبا إسكبر المان كان حلال الله سيد ليكو أقو قيان ياي أود مدينة تشيفا أو تشل تشل عسان لله ما يروح تشيفا أكله روح ميدم حكو تقان إنه قلف سو ماين أبدا روح هذا سعدي لان ضيعة وسأو الرقمر يساء أو تشل عسان بأنه قاد نبيه قسم ملك لكو حبال وحكد رنبوري حمزة بن عبد المطالب سيد الشهداء ومركا لما وضع ينو سكنا لكم مرينين ولقد تغيبا لدائيبا مركا دنبان نمانا نسوينو نمانكي فندياشي قضا يلوك يا قنفذو دي وحي قرفتين لها لان لوكتي سعد لوكتي حمزاجي كل عبا مركا سيد ديكتي ديك هذا المود الروح الله هذا نبر لو قرفتوك لي وأفرتني دور سنة كدب شهداء أحد وركوضه ورقوني أوي وهذا من كرامات الأولياء مركا أصحاب محمد كراماتكم وآد بأبط ناين ما كان لقي إيغو لكن ما كان الله فيري متأخرين تا بيران إيسا صوب كن حالي نصور شيقنا يو وحوي كراماتكم انت بضان وحال وحوجيا ضعفك إيمانك الروح كجرة أحمد حنبل بلوي دي أبو عبد الله إمام أهل السنة والجماعة والليلي محي كراماتك أصحاب صحابة إيراين والتابعين تيدت كسي دمئو كرامات بناين لضعف إيماننا ولقوة إيمانهم لم يحتاجوا إلى كرامة بور سيد أحمد باكو جوابي إيمان كان ضعيف قادر تيبان الوحو جنة يحوود على أقبالي لبن نهاية استفيد دي ما كان عاد هانا بإله إنه نو جواب سيد دق دقا هدي كالي دين تما قبحي نابر هوش أنا دوال ليدتا أما أيو أقوياء بيان في الإيمان أقوياء في اليقين وفي الصدق والإخلاص وما بهنا مركة إن لا يرحو جي الله لبري قنتالو سداس وي عروت الروح مثل كوكو عبادون بعد فكاء مسين سوما إن كاسو قسنا يقاشو دو دان أنكال هاين سوى تاقم حديه بات في عانتادو مركة ضعف في أنه وان إيمانك كقبنا يقينتي صدقك إخلاصك أياه ربي نون حريسنا يا يو كرامات إيه هولا نوحو جيا أما أصحاب رسول الله مرمر يرموين أيو أما يسنباين هوشا أيضا نبي هاوشا تلماوي با وكي يدي وحيدا كميدو قوليا ان اطلا صارنا ايمان كودا وحبا ان ننسدين ان صبر كودا يقين تودا صدق كودا الله منهم فراد من حيان قوليها لقب بقي اني في النوبان با وحنو سنة بوسيين نابول كرامض الله من هذا الباب صدرت الهمود كرامض اني اسمك كينيس ولي كرامض الهي سيامك كينيس انه معصوم عن الذنوب ياي أبا يزيد البسطامي يا جنيد بوحل ودي أيزن الولي منك ولي من أولياء المزني سنية فكان وكان أمر الله قدرا مقدورا بكل جوابه بمعنى ولي معصوم معصيده ويكد أصحاب رسول الله بيكد عضي بركوت برك لكن وحوي حلقة إذا دعاء لقاء أقبلي إيو كالم لغو كالميون ويم ويين مكين يسئين المعصومة من الذنوب أما هذا كبير ما الكبر كل عكرين ننكو النبي يقول عليه الصلاة والسلام عاينا يان لهبان فانه يحب الله ورسول عبد الله بن حمار وقرن نيسان نبي محمد قرئ انه اله الرسول كسي جعل هي ومع ذلك
خمرضو كو افيسنا خمرضو كو افيسنا خمرضو العبان ومن الكبائر. وعن انس رضي الله تعالى عنه ان رجلين من اصحاب النبي لبنوا اصحاب النبي حتى كمذا خرجا وحي كبحين من عند النبي نبي اكتس هبين ما كبحين في ليله مظلمه هبين قد عرأه ومعهما وحال جري ويوتين لبدا وداد مثل المصباحين لبا فين صد واحد موده بين ايديهما هرتودا وحل قد عرى مدينه هلق بدنيد ودو يمكن واقربناين با الهي وداري. فلما افترقا مركي كلا تغين صار مع كل واحد منهما متكست وحار راعي واحد من المصباحين هل فينوس بار راعي مكي ودا سعودين لبا توش باو شد مي لبا فينوس صوت با شد مي وي ودا سعودين نيول بقرقي مدو حق اول لحظه من حق اول لحظه مدو فينوس بار راعي. فلما افترقا مكي كلا تغين صار مع كل واحد منهما واحد من المصباحين هل مدو كمدو فينوس تي توش بار راعي حتى أتى أهله إلى وركي ستجي وأقوم كبري النبي وش جنبي وحول وكرام إيه إلهي ذكوك هالمي صعب ضم بهوش صقل قدر عباس كسحاب النبي محلابي النبي من بالفق دقنا النبي عشاء لسه تكذي إذا قدر عراه نبي كنت عشاء الداهية والركادية أفر صاع وكلا لا تكذي روب داهية بهلا عبا وعي النبي قارك مركز سحاب النبي سهيب الماء ها سقول جن كوا جمد جند ها دم حاحل جن كوك يعني ألامك مسوق قارو حلي فوق وميل فوق نواد دقنتها وحول قلب طوحان يسيري بلعا وكسوف فايس النبي محمد جماعة ديس مغرب لا سوت تكو عشاء لا سوت تكو اسكسوا المعاوة ان بضم بعض من مسايد درس كذا كنت كتير النبي قعا ولا سو عويه ضد كيبا كلا تكتير مركو تقوى مبدي النبي قول يربوسي حول اشان قاضو غير كي اتكسوا تكتير الشيطان باقوضه مريلا سو العاون الميشي تشوكت سو مسجد كوكا بحي لو مجدي وشبا وافتنتي لان لان تمرد بن ابو سي عرجون بودي وشان مكا تكترير كنا شيطان كود مركو قرع وبيرك كحنشير هذا ما حيكون سي نقن وحيد هيك ديكو وي وافتنتي لاير بن نقط سو سعودي بقرق تغي ريركي عرفه تشيفو تغي وح شيطان وا واي وش افيس بكفر فيري كشيد واحد مدو مدح وينو قدال رارتا فرديا يا أنا ركيب الولجين كشيطان أجابكم وجين بربان كله في بحيره وشيطانك شيطانك واحد دور سكالي هاي يقول ويكون بند هوشة كرامات كاس مك الله في ريو يجي حل قاضي ون لو يجي وحي كدم بي. ورواه البخاري واحد كوري من طرق بكور يوا في بعضها روايات كبخاري بركد وحا كجرة أن الرجلين لبضان نين النور كله أضاري هبين كان مقدقة وسيد بن حضيري وعباد بن بشر بيئها رضي الله تعالى عنهم وأنا سدى. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله رسول كلا وحود دري عشرة رهط طبعا نمبو دري طبعا قف دري عينا او الى عينا اي جاسوسا سردون حق اروري سهم بي اهايين سند كافراد هجرده بش السفر سرية الرجيع بالله يقانا تاريخ يسير كي وتقانان. بعث رسول الله رسول الله وحود دري عشرة رهط طبن قف بو دري طبن وداد بو دري بشي سفر سنة كأفراد هجرة عينا بو دري إن يسو بيقاقان ويحكا كيران قال ذاكو حيرا مدينة دوشي دي آق وأمر عليها ضائفة دي أما طبن كوحود طبن كنين وحو أمير وقد سرية عاصم بن ثابت الأنساري وريخ زرج عنينا ذو قيمة بدن وي حق أبوك حق هوية عاصم إن عمر بن الخطاب أبوك ويهوية حق هوية وأمر عليها عاصم بن ثابت الأنصاري بأمير وغدق فانطلقوا واتقين طبعا كاسي كتب السير والمغازي والتراجم والطبقات تضبوا ذات بين مقعود التريين صدح لك لحافظك حولي هاي إني أديقيا لي قعن يراها هاي ونسال لو قد تقيب على غيابا ما كاد رجل الشيقي ماشي وذا دبضا ما كوار قاده كل وذا شيقي ميسي هل دور قد كبقى عابي دقيد الرهيب البن مانت الله كل مي انت مدحويون تد كتاباني حرت الدم هذا الشيء ميس زوما بلال بن كسوة تقول عشوه يا شوقي دقيد روني وذا دير مدح كوسم بد قتل مامي حرت الدم هذا الشيء ميس تضرب هذا سمركة لا شيء أمير وحكم عاصم بن ثابت الأنصاري وأمير كأ خبيب بن عدي الأنصاري والرهيب أوسط قرن يسون قصيدة عن طيمان دونته ونك هذا لو ترجمه يستوي أباب جدود لو قنتي
إيو طارق ابن عبد الله عفوا عبد الله بن طارق صدح مرثد بن مرثد الغنوي وحاكوا سوافر معها خالد بن البكير الأورنجيري إيو زيد بن الدثنة كما سنمرينا خبيب بن عدي عاصم بن ثابت زيد بن الدثنة عبد الله بن طارق مرث بن مرث الغنوي شان صوماها إيا خالد بن البكير عاصم وان شيغاية إيا عوف إيا معتب بن عوف نلايدا ستضبما تضبدا سحابي بيا هاي صدح ذيك ليه طبنك تيرد بحين لايد ويحي لوغتك هادا نكون شيغا لوغتك فانطلقوا كوحد واتقين واسردور إنه وحصوب بيقاقا دقال الله مدرين وحال اللي حك هنا حالات دولدو دولدو وحكو تاقيهين حكتا سوالنا ويتقانا وحيدا حك هلا يا حاجة هلا حك موغي حاجة وابئيانا ويدا هذا دقال حك هين المحاضقة الدونك هذا دولدها كجر وحي كل سيهين وواحدة سردون كوي نبوك هوش آد بوقفي عنا هذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم نول بكرم ما يسترن بها فانطلقوا واتقوا ذاتي حتى اذا كانوا بالهدأة كهداتي هداتي كقطات وقضات بالهدأة اللي انتم بوال الاخرية وميل حيث مكي العصفان هذا حديثك الشيء قدوانا حتى اذا كانوا بالهدأة ماشي اللي وميل مقعي بين عصفان ومكة عصفان يا مكة ارنا حيث ذكروا وحوا ذاته الله شيئا وحكت اللي سيئا قال ذي با سردون قوة شيئا لحي قيس ومنه ذيل ريبن هذيل أه يقال لهم لقم مقعاب بنو اللحيان لك هذا جلب ريبن هذيل أه جلب كتر سن ريه ذيل كتر سن وبنو اللحيان لك هذا وانما هذا دي بضناءها مسلمين تنهض ذكورا ان من قال اكلا ايين وطنق بي ايقو وارسل هذين ايه أي الله شيء قد أديه سردون كاية طبنكا فنفروا لهم وأبحين وقال لي باب حضي بقريب وحكدوا من 100 رجل رام بقول نين وششيهانا رشيطان ماذا أفرس هو ورد موطي ميس بقول نين بيحلون ونينك أركان إيش بالك سودة بردقو لا تورا على ود بيق إن بدن كفر ديين فاقتصوا وحير دوقالين آثارهم راد كذو وي راد راعي وي راد قادين وي حد يجرتن وي مكي راد قادين وحي هلين وي راد كوكرتن ولمن حابد يهين ميلا يحالو كالي اما ساكو كالي ودادو صحابو يرفع يستون يتمر كعنين بين لا فيه تمر تكو اركي رواية كالانا قيل اي وتين قايد كاها صحابو اي وتين سالد يسيب اي تشبيين لرمي واتقا نسيل لسوك راد قادي سالد تشبيني حد قرن مشالا يبان محالا يبان نفق وحلقوا ماشان مراي اي وصالة لقيبات قرنيس إن قيّنتها سيو أذكتها يحل جاي أهيد صلاة بيجبيه من لفيك وارك محدا وااا توا الله فيه يثرب مدينة وتمر تيدوي ملان قال لي تمركم بقولين ويهلا المرك وذاديه بين لكل من فلما أحس به مرك الدريمة قال ذي عاصم وأصحابه أي دريمين لجأوا وحي وعير سدين يكوب قدين إلى موضع مال إلى موضع فدفد في رواية قرنة سمال سرد العطبي قوي ربورة يي يلقى سي مركب كحي ذي أي ضبط الله قال فأحاط بهم القوم قال ذي بهاري رئيسي ويقذوميين دوا طبن بقول إنه حلو صاري قنطاء أي عيد أنت سلاك كسي بضم بالله سبحانه فقالوا وحيد هذه قال ذي بورنا انزلوا سودك فأعطوا بأيديكم بعد واسك زائد ديه اسديبا وي فأعطوا بأيديكم قعمه النديبا ما محي قعمه النديبا اسديبا وي حتى قال الله مينا ديك الوقت قويس ولكم العهد بلن بان إذين قادنا إيا والميثاق بلن دار الوحوجي عهد يميثاق واسكم مدي عبد تصير وي ما هو كلا دوين بوالا إلى هذا سيدا راجع هو كلا دوين عهد هو بلن تعادي انكولا قول ميثاقنا ومرك أحد إيا بلن تدار الوحوجي والله إن سدا سدا إسكو إجنون سدا يلي يا مقد جراب ميثاق بالليل هذا مركو بلنقاد عادي يا أنا عهد بالليل هذا محاك كل أرتين ألا نقتل منكم أحد هل روح يدك دلي مين سود دقة سود ديبا حرام أنت سحوا قبطان إن قريش عقدة أي باب إسي وبدر لقوة إن شاء الله رك بدن الله جقب أي كيف سدا سازير ربين
فقال عاصم بن ثابت وحيد سوى أميرك رجع طبعاً أميرك أيها القوم صحابي أما أنا وافقك سيك متاعي حلق أقدر أنتو إن قال كان تبروها إن لو جربا شهيد أمل لجدلي وحكوبا شرع إن صبر تؤد عزيمة قاتود دجال أنت إلى كول لقاسيني إن أسديب تؤد قامها تكتود ترى ضاية وأقوم بنانته إلا بدو الاستئصار يوال استبصار لبدو بنانته مرك مرة بينو قصبه رجل سقالك أو يدهدو اسمه دي بكتان دقاء الله ما إلى آخر قطرة من دمائكم في قبل الله بانيه واحد هو هذا أودي كرتو دربا رحمن أودي كريم وأنا قصوم مرة أنا سمي النظر إيو وحكى لقب سعد هين ابن معاذ نبي الله وحو وحو أنا سكر أنا وأنا أود وأيب مكروي يحط صوكل إذا جنات يقصوا عرف إيسا حاجاته بقنا إيسا سعد وصور نقاب نبي الله وأنا أود وأيب وحو أودي أما أنا والسؤال كم هابو يعني يرتك سكر ربي فلا أنزل كدق ما هيو على ذمة كافر قال بلنتي إيو أهدي منا كدق ما هيو أنتم النولا يا بالله يقانو حورن شري أنت النولا هاي مدينة سوق الشوكبة رقم بورها إلى وحنا كبر يبو إنان أنا قال تابانين أصون إتابان بلن بإله أقاضي وأقو إسلام الله قبل الله إلى إحمانك شهيدي أقول إله يو أنت النور هي بعد ما أنا إسلامي قال لا شركي وصل تابان أنا تابان نك سدائي رزق قال سودي بهاي ما يوري قال بلن كانوا آمين ما هي كدبنا ودعا الله مي بحونا إلى اللهم أخبر الله أشك عنا أن النبي كنبي قال نجا حكت نجا قارسي إلى معلى كل ما أنا يان ونعد ورك ورك أي شيء زي ما كإلى يبو له الله إلهي بعد النبي قو ورمي أو مالك يبو الله شيء النبي مالك بس هذا وشيء اللهم أخبر عنا الله نجا ورجي أن نجا نبي كنبي قال محمد صلى الله عليه وسلم فرموهم قال ذي بوحي كجانين بالنبل اللي بب فقتلوا عاصما مرك أي دي ودي أمير كيسديبو ركن لا يدقالو ديار جروبين يي مرك توكتي بوركر كلاين السارين عاصم بيدلين أميركا عاصم بس مس تضب يدلين تضب يدلين عاصم يط لح كلا شهيد وحاصوها ري خوي بن عدي يزيد بن الدثينة يا عبد الله بن طارق صدق له وذات باصوها ونزل إليهم حاوس ودقي وبلن كهن مودي قاده إليهن سود إسديبا لكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحد ثلاثة نفر على الأحد والميثاق بكسوا الدقين بلن كيولي بي مرة بعض بكعرية ما بلن باين إذا نتابني إنها ويسوا الدقين ما قال بلن لي منهم صدح له حكمذا خوي من عديبة كمذا وزيد من الدثنة كمذا ورجل آخر ينين كلي وصدح له وكم النقاس عبد الله بن طارق وي رواياتك عدي فلما استمكنوا منهم مركي قعانتا كبكتونا قعانتا كودا قان سدحي واد ايسود وقلوك يمادي ويقبتي يي مركي بلنك بريان قالوا محاد كتقان فلما استمكنوا منهم مركي مكان سدحي قعانتا كودا قان سبعان وقبصدي اطلقوا وحي فرين باوتار قسيهم قانسوين كودي حركودي بفرتين جمع وطرين اوتار وجمع وطرين وحرق قانسادة بقنك حرق بفرتين ويوذاديه قعمها كقحر حراهية فربطوهم بها حركيه قانسادة كحر وذاديه قال الرجل الثالث هل كان مركي مريس رقوة كلا في ردير يهي عبد الله بن طارق بقى درين قاضي حرم مايا بلنك بهذا تكبح لنا الجبسين مر بضنا حدير وحاصوه ضوان قراني أنا وين راعي مايا هل كده قد لا الراعي عاصم يو رقي قيمها بضنا هذا أول الغدر بلنك بحي أهري واكن بول والله الله أنكو دارتي الله أصحابك من الراعي مايو إن لي بهؤلاء رجل شهيدة الضبضة أو حيقو سقنادي أصوة ضياشو يريد حجي ذا هؤلاء وحكوة ذا القتل رجل شهيدة فجروه واتشيدين أن يحكوك حيان بيسكو ضيين وعالجوه وساب سابيين فأبا واد أن يصحبهم إنو الراعو فقتلوه واتلين سوى البوض أود بدان تاينين عن سعنين مقا ذكرتين ما هو ذكرتين وانطلقوا حي لطقين بخبيب وزيد بن الدثن الى لطقين خبيب بن عدي حتى باعوهما الى كايبيين بمكه تم كيك قدين الضومي سيستين حول كان واسيستين بالله شيخه ابن الدثن وحي ابسدي صفوان بن اميه زيد بن الدثن صحابي انصار كرب وانصار
waxaa iibsaday Safa ibn Umayya oo ugu aarahay aabihii Umayya ibn Khalaf. Umayya ibn Khalaf yuu ugu aarahay. Maxaa yeelay Umayya ibn Khalaf markii wakiil sabr loo dilay nabigu Badar baa lagu dilay, soo ma ahay hawshaasu markuu utun u qabay, waxaa la yidhi aara ka dhigo, lacag buu bixiyey. وكان خبيب عفوا فقتلوا وانطلقوا وزيد حتى باعهما بمكة بعد وقعة بدر. دقالك بدر كذب بان هادي في يوم واحد با خبيب يزيد المدثن اللدلي في يوم واحد هل ما لين بيسكو سكو هاي لبضوا وحالقوا دلي ميشان تنعيم هذا اللو يقان حرم كي كبحيين حلقي قيين ميش هذا عمرضا كقسو عيشتا عمرضا قرطجبها سمي دارك ميش هذا كقسو عيشتا مسجد تنعيم ليلة هذا مسجد تنعيم قد يجلس ماشي كوي الله وماشي خوي بلقو دلوي مسجد كم ماشي الله قد يسي جيت كل جزء البيي خوي بكو دلين قد يجلس مسجد كوي الله ورجع سأو فهمه زي مدة أصون التنعيم بلقو دلوي اسكون مال بي كينن لما جيت اسكون مقدر كو دلوي. وكان خبيب عفوا فابتاع بن الحارث وأقول شيء زي مدتنا وحي إبسدي صفاء من أمية غير كيسي بقى إبسدي أيوة أقو أرايا دقي أمية من خلف أها. فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل ابن عبد مناف خبيبا بإبسدي. قل يا ريب بن الحارث بن عامر لا يلا هذا أيا إبسدي خوي بن عدي. وكان خبيب وحوها خبيب هو قتل الحارث يوم بدر حيو إبسدي نقوم معين يوم بدر خبيب من تقالمها حسن بن ثابت وكي ادوغ على على جبل دير او على على يبرر ديقو كتر يوم معروف ولا قنسير كما غازيدا تداخرنا اد اويس اد قبل حسن وحو دغايا دغيشت نبي غمن ما كدنت ايبا خبيب. وكان خبيب هو قتل الحارث حارث بودلي ابن عامر من نوفل بن عبد مناف يوم بدر مالك بدر لو كلا بحاي اسغا دلي. فلبث خبيب حلق مرك خبيب زيد يدلها يوم حكسو هذا لقبتي بله حرمه لها أشهر الحرم وحيد مرك أنت بله ما كده ما هيان هاي نوح حدنا ذين مرك أشهر الحرم رمضان أيام وذاتها ويدي سين الجور عينا وحيد نسوق لحرم كل جمد اللي كرو ليك اللي قدر سوا حاران حلق عن جيزينا بلو فرزاد أولياء إلهي ويدي جود بنيسان هيان وحين حرمين هيان بالحرملة إيو قوبي مكان حرملة قالوا دم بسيدة سيلا عقل وقادة عقل الدر وقادة ويدو ميد بارلمانيا والصوماليات يا نوب الله الناي هول بارهمين عن كلاه الله مركزه يا نوامي لو كبحي ما لين تبان يسلو حقات آدي حاسك إيبا كسو سفري سي مقدشو محرم أهام بان أسو كحييبو سفر كب بلا محرم بان ديدي وحنو جيد مياد فانتي يا مسوس من ودقا وادي فانتي كورو كلوي أوليدي إلهي بين لينا يان ظلما وكحد قد بيان وحين حرمين يان بالحرمة لوي وحالو جرى رجب وحالو جرى ذي الحجة وحالو جرى محرم ذي القعدة لو جرى شوال بالو جرى بالحرمين يان مكان حرمله مكان وي حرمين يعني ليك كوي نوي بنيسنا يعني بلا حرمة لا يا مكان كحرمة لا يا كخير بدا كحرمة وي الدون كان مكمن ولا واحد روح مسلم كحرمة وي مسلم كهذوب الزحابية كور أولياء الله يا هاي أصحاب محمد ساس عقل والله وقع هذا قليها مرتدين تي مشركين تردم أو شيء هذا يدكوه صبيحين. فلبث خبيب بن نجاري عندما اقتلوا جوغي اسيرا اسوغو محبوس اسيرا فلبث خبيب عندما اسيرا مده الاشهر الحرم وحل وجوده بلو حرمه انت دمانين بيهيين وحنا بروا وين يسال الله كغحرن يا قعمها با هلكاس عدود كغحرن الله بدا قعمده هوري كغحرن لوهي كغجبيين نينادو دغالمو وين بحثي كبقي وكان نبي صوت دري نيكو لورنجري عمل مي الضمري بو نبي دري يا صحابي كل انصار يا باين يا خبيب صوت دايا ما يسمكو قولي سنين مركز دم ميت كيسي بو صوت قاضي
صفوان عمرو مؤمي توتير كي كسوفور قريش بدن او كل هاي نمن واردين اي نمن دبا غلي باسو ديلاب هاي ميل بوصار او كان مدينو كان يوم ميل دحا كحباليبا حتى اجمعوا الى اسكر راعين على قت ان لدلمان معين فاستعار مركو غادي ان ما انت يدل هيان يوكا ارغستي من بعض بنات الحارث حارث ابد كيس قبري سي قبر كميدا ايو وكا عاريستو كتب العاريست موسى مدي مديل سكين في عن مجرة مديل لو خيرتو اسكو نظاميو ايو كقاتي يستحد بها صوت ما هو اسكا خيريا روح مسلم مركو شهيد يا اما دمانيو وينو اس نظاميو تيمها هوسه كو وكلكلها ديبا كو يالان اسكا نظيفيو عديها اسكا غابيو سفي عن هذا شاروب تقديرات إسكا قابيو أذابت إيو أنشح المسلمين تقو ديبو مراجع عيال الربا فعارتهم مديد بيسيس مديش بيسيس فدرج وحاسو قرقورتي بني لها أو بني لها ويلي يرو إنشاء يدو قبردان وحارت دالي وهي غافلة يدو هالماسون دوروف أندوروفين إلما قرقورتا أمر دقاقو دلان دالي حتى أتاه إلى خبيب التبي خبيب مديش هايستا يقول أن تود لأن دل يربو خبيب التبي إلا سوق مؤج واحد وضيع الود له يروح وياه يضطكم بكمديا نرى كمديم بموده هاي ويل كواجد أبو إسلام رجوا ويناء مسلمين تنفعي بكتيران إنك يركا تاريخ بوليها فوجدت وحيها شيء خبيب بها شيء مجلسه أسوق ويل كيرا كفريسي على فخذه بويس كفريسي والموسى مديشي دغدغ يسينا بيدك عنتو كو هيستا خبيب ففزعت وي ارغغ خدو وي نخدي غبدي فزعه نحدين عرفها خبيب خبيب وجهه كارك نيمانت لا غورعاي او اسو ديار غري ان لا ديلو او جانس فرصت هلي ودنيا فرصو ادينو وافصل جانس ايه سوينو ورخ كسيون ما اما مركه او يرتاي هدي ورحت الشرعي وديدي ويدا هذا ملح فرش أما وان ويدي سنة يا أما سلسلة هي يفر يسيد داي إنه درع كذي كتب الشريعة وكبح صدوا وأو هذي إنه كبح صدوا وينو بناني أسوق علم هدي لي إنه كبح صدوا ويدا هذا وحن كبت بعدين أنا الفرح كقاطع ونحرم ككبحه ون مدينة قصي ما كان مدينة تقوم بانويل كذي زودي فرس كذي زاري ويو بناري ما يل قبلني ما لقي هذا نن أبع على ضبها خبيب ودي أقصي فقال وحيد خبيب أتخشين محاد كبا قيسا أنا أقتل ويل كنا كاد لما كنت لأفعل ذلك ما صمينا يل ما يبور الما يركع وأكوسي الدينية إذن قو حاطن تن صمينا قال وحيت والله يلا نقول أرضي قبل دباك الشكينس ما رأيت ما أرك بيت أسيرا من محبوسة أو خيرا كخير من خبيب خبيك ونكس وحكى لي أرك تقول كوع في ما هي هولك لي كوارد كرامة فوالله يلا نقول أرتع لقد وجدته وحان أركيت تري حيلي خبيب يوما مالي مال ما كم إذا يأكل أسوق عنا يقطفا قعنه من عنب عنبه قلت عنب كل إذا واتقارنا قطفا من عنب قعن عنبه في يدي قعن سكجرته وإنه خبيبنا لموثق مثل لوتشيه ولا حربا بالحديد برل وحري سلسلة وما بمكة حق وقت إيا مكان كان مكان ماء لم بيتني من ثمرة وحم رأسي سبع هي فروت هي خضار أيضا قاشا مركا وكانت تقول وحي أرنجرتي إنه لرزق رزقه الله خبيبا عرف إرزاقات إلهي سيء خبيب وي رواية حدك أولي هاي قعنك قعن يرمى هين مثل رأس الرجل يأكلها نين وين مدحي أوكالي قعن لئك وعنبا أيوب هل كان سارتا اسكحونا هاي أسوى قعن هاي كحيران وحيث ري حلقة حل عنب بحماء هاي موسم كيسي سيسم كيسي ماء مكانا مرابا مركا مؤولين يا أوكيني أسوى واحدين يوجد يتير بكحرين هاي قعنبا بكحرين يلوانا بكحرين هاي أنا قلنا وحدنا هدي ما ننسين حيث روا إرساق إلهي كيني ويقاين كفر قريش يقال يقاين توحيد الربوبية إلهي أسماء دي سي صفات سوية قادين وحي ربي كغخل من باب الأسماء والصفات
توحيد الربوبيه ميل يرو طيارات اي هولاس اي تنجيم كي كاكا خلدمان مويه واي سحه افدود وحي اهيد الهي كلي هل عابد وحي دم مايه الهي اوليد ولا اسراعين الهي اوليد اي انبياد اي رسوش ولا اسراعين ما كلا رايا وحبا الله اسكو قدري اي ما يوم بالاسكو هاي اي هولهان وكادو وي قرني كرامات كي قرني هاوشان انسان ادم قبنكني ولا الهدو دي قبنكني ويوجهين ويهول الله تاي فلما خرجوا مكي كلبحين به خبيب من الحرم حرم كي كلبحون حلق وقال ليقتلون الدلان في حلق الدلان تنعيم بوي تنعيم ماشي الله يداد يكدلين قال لهم خبيب وحكيلي دعوني اصلي ركعتين اغتك ودايا حركانا اغفر انت كذي لبرك عضوض فتركوه ودايين فركع ركعتين بوت كذي فقال وحوري مركو دمي لبرك عضوض والله الله قد ارتي لولا ان تحسبوا هذا نكبق إن أم ليسان مودان أنما بي وحي أهيا وقت أولي ريسان يجزع لنا أرجح عبسطة يريد كعبسان لزيدت صلاة أنكر إلا أقول ونسيوا ذي لها كد من أمك صلاة تكذي وهباري معاوين وسفيان باكشك يحولي ما لك خبيب وهباره هي أنا كفار قريش مركو إسلام كدب بكشك أنا يرون كري أه ونين مكان نقف أه أيان تشوقي بوري أباه أبو سفيان نوو تشوي هبارك مركو بلاباي خبيب يو أباه انتو قبتو دولك يقول توري بول دولك يقول توري عرب قرش وحي آمن سنين عرب وحي آمن سنين مركو روح هبارتام هايو يكوح وهبارا أما بلشو وهبارا بلشو دا نينك كردش يكوح دا كتير سادو دولك يقول توري الصيح دو هبارك مرد عيال آمن سنين أبو سفيان إن أولاد تعالوا أبو تعالوا بواه وحكب بقي قنت الله كدع هاي أفك خوي بن عدي إنه بير كدع عانه وله له معاوية مرك أبي تورا يقول كده هيان حسوس تابور كتب السيرة والمغازي وحي شيئين ما لك جوب تاس لجود ليه هرت ضد بدن باتشوي وكفار قريشة هي أحابيش تودي وحي شيء كتب السيرة روايات كميل ولي بس سكان انت الهي اقدر الى اسلامان مويه سيده معاويه يوسفيا ابو سفيان ركم الى مويه انتودي كالي بشي اللي دلي بشي هذه ما قال كل واحد مادين قال لهم يكون مادين فما حول حال اللي حولوا عليهم وعين منهم تطرف الا من يسر الله له الاسلام بي روايه كقرقه الماميه الله سعود وهبارت اللهم احصهم عددا إله يا وحن يدل تاجنا قالا تركوكم هرت إله تركوك برجيب يذبا فدي أنت روح مقت ولا قرشي جاي أنت يكون فديان آجودن وقتلهم الله والله بري بيد دم مد مد الله والله أدل هذا مقت هاي نول بقول الله وارسده هي البالك الله دعي هذا أنا حالي مد كلام ماشاء الله دعي هذا أنا حافظ بلا مد الله دعي لوقا مد بايا الله ودلك أقول خربمه صف بلاين ولا أن بيكو قرصنت قبائلكم مركز دجال لمان صف بلاين اللي هو كل فوت قادة ونعكسن ويتعليهن لكن هذي لازم قادو وما نقول بوذات تكون هي مدح الله قرفت وميت قيل شو هي بيرك لقلبحه وميت بير ليش هو مدح الله قادو وكيف سفر كأها أسوق شيء فلما مرو هيرك حاجة ليا عبسي أن أركبك إمانيس مركات اللي هذا ويا على إمعها على عرلمة كي عبسبة كي يسوي اللهم احصهم إله كبر عددا تراهم ككوب وأنت إليك جو إلاك أنا وحوي بدين ما قرنا الله كبر وحد ظلم كقيب قاتي وقتلهم الله بربيدة دن فرد فرد مت مت وربح ولا تبقي كريب منهم من هؤلاء الكفار أحدا آدم منها كريب وقال وحمر يدي فلست أبالي ذنبك ملي هبوري حين أقتل مسلما مرك اللي يدلي أنا مسلم اللي يدلي ضن كمله على أي جنب كان لله مصرعي دنا عن أرضه تنب كمله يقول أما أفا عن أرضه أما دبر دبر راه اللي يدلو أما دنا عن اللي يسيحي أما مدك مر بهذا إله درتي اللي يدلي يو قابك اللي يدلي يا قابك نفط يقبحي هقول قلت الله ما أقول وارم جاد مهمة واحد كل من يدعو قاتم بمهمة دبر دبر بوشي في دنا عن مدك بقول دعائي بدح بقول دعائي هرو دعائي هقولها وحكو حرا المشرة فلست أبالي دن كما قال يبو حين أقتل مسلما هدي لا يدلي أنا إلهي سدي موحدا
على أي جنب دنعي أن كان لله وإله كان مصرعي لله مصرعي أي مضعي لعدة يدوي الشيف كي يقابك ونف بحها إلى حق سانكو هذا هاي هول يتعلم أبوه وذلك دلك الله يدلينا في ذات الإله إله الدرتي بالله يدلي يا بروح الله يدلي يا إن المسلم هاي نحن حملنا الراعي توحيد كنا أن قاتي أنت هاي بقول شركب بضم بيكود ضيئن وقالوا حدا ما كود ضيئن قالوا محمد عاي كان نقو توحيدك ما يود رخصة أبنا يقول رخصة إنه قاته من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن ويؤبنا وديده أهل العزائم بان إلى ذا يلي ما هي وحي ريبي أصحاب محمد سيؤدق الله هيا أنا يفرف مالك اللقبته عاب إلى ذا سمعوا حبي كتقي حلي قاسك رخصكم ما تشعلوا أهل القدوه تذكى هريال كي حدقهم مضوا اللي قد ضيانا رخصك ما قاتان لأن محايلة مقع حن إيا دقو حن بي كتقيسا رقي هليها إيا دقال لم يجري أصحاب محمد مالك إلا قبطي طبطو إيضا هيا وان كان نقول محمد نحن بوها ونا في دين تنا دين موان إيض نيبا إدهان ورقاسي قريش قيبيني وان أهل افتراء وبوت هو شاسي كالصمريا صحابة وأكدي ذي زيد بن دثنا مركي يدي لها إيه وكي أبو صفيان باكويلي سوى حرمك يجيت كسارين اللي حد يبو حكوي اللي متشعران له إن ما أنت حرق لقاسي دايو أذ مدينة كلها أبطو عرورت هذه الرقة هذه اللبا شاشو محمد نجيت كان لقصة حرو مركز أنتو قصة وعيري إن نبي قال لقوب بدل إسكاد داي حلقا هدى أنت أغانا هدي دي ليسان بان الرهالي كأهين سوى مدينة جوغ إنا قد حمدو قد حين مدان الرهالي كأهين مدحو قلي أبو صفيان أنت نورابو الملك استمري ريك سراوال أتقي غير روم وأتقي قالوا راني بقر أركي بقر مسؤولي أحد من آدم وكتشعل بقر كذي مسؤول شو مسؤول كذا أصحاب محمد ما ركبوا محمد دات كيسو سي أتشعل يهين آدم اللي أتشعل يولي ما ركبوا يا بي وهم مسألة مهمة وي أتكيسي عند الشدائد راد وناكسن بكتغا gubanimo in loo dhinto raad wanaagsan bay ka tagtaa magac wanaagsan bay ka tagtaa dhag wanaagsan bay ka tagtaa hidaayi hanuun bay keentaa ka ku dilaya dhaalimka ah yey dhaawacaysa wuxuu aaminsanaa ba shucaac kaga furmahay wuxuu dhii nimankan haday ahlul baatil yihiin xisidan ugu adkaysanaya haday xaq darro ku socdaan xisidan ugu mintidahaya suux bin aadam shuma waa malaa'ik ba adkaysi badna oo geesisana oo madax adka هاوشا جليسا وحبلا هزيمة نفسية قالوا كودي هزيمة نفسية مرضى يقول علينا واحدا بيسكي الميزيد وهاوشا إن كان هذا إن بدنا يكشي كي نقل يدي نيم الله وين نبى لقى تنتبه له ما كاسا متبرك الله كذا دعاء ونك ما يسكي حد جم ويدي بالله يحول يسكي حد جاء هاي اللي قدي وحقيقة الراب الحيوق كتها جنابة نك مرضى مو نك هولينا يا مرضى بهولين ما هاي يقول نك هاي اللي قدوها بيرفعه waa iga daran murku igar hayay tuurahay ninka xoog ku taagna ninka martaba ku dhaqan mahay gaalka marka waxa ku dhici haasiima nafsiye waxa dayna inagina baabiisay way hadad qalbiga ka dhimato gacantadu xoog goyn mayso dad qalbiga ka dhimato waxba ma qabsan kartid taasi marka saxaabadu ilaahay ku irsaaqay yaqiin iyo sidq baadunka ku furteen وذلك أرنك اللي بابين هاي بولي اللي يظلم هاي اللي يدل يمانت اللي يقول رعيه في ذات الإله أي من أجل الله ووجهه إلهي درتي وي وإي شاء ربي هدو دوننا يبارك حب بركين وخير أجر وصين على أوصال على أعضاء وي جمع وصل جمع وصل وحبنها حبنها أوصاش اللي هذا وصل لو مفرد كيدي على أوصال شلو شلو أي جسد شلو هنا وجسدك على أوصال شلو معنى وحوي على أعضاء جسد شد حبنه وهدو رب دونه بركين يا شد كاسو ممزع لك لقوي ممزع أي مقطع والمزعة القطعة كثمرتين ننك بريضة بدن آخر وحو إيمان يا أسوهم وتجيس أوسن سارين مزعة وحيره لي بعد الله قديري يبارك ربه بركين يا هذو ربي دون أسيك حرنتهاي على أوصال شلو
على أعضاء جسد وأوصاش وحانكور وجمع وصل وأنا عضوك يحبنك شلونكنا والجسد معنى نواب محي إله ضد دونه شركا لقوقيني ما أنت قريش يكون عياري سحبنه إذا ربي ليه ضد دونه وبركينا يا أبو وركينا الفانتين بيلت ممزعين مقطعين وكان خبيب قبل دير إنه إلى دور التمام بيدا إنه ليه هاي بي كتب سير الشيغان لابد أن بيت لغس وقاته وآدي أعدد قلبي قد الله عينه ضد قبل قاعدة جيشته وده قار كون وحيد هذا انت نبوليه هاي خبيب نمان كالو عربيضو قبياء ايا فيت تو هاي نمان نصاص الشيغان وكان خبيب خبيب حوها هو سنة رواية البخاري كده أول من سنة أحد كوه الرئيس جديي لكل مسلم روح قصة مسلمة قتل لدلي صبرا لحل قد لي الصبر وامحي وشي والبو نفله وأصغو القبطي والحرين لدلي صبر قال لي هذا كل ذي روح قتل وموثق فقد قتل صبرا نيف بطوقة بطوال حدا سوى حدان بادي شيء وقتل صبرا روح بطوقة بطوال جيت كحران أما كحران باد قور علي قتل صبرا وشرطي شيخ إنه النول والنفل هاي وحق له شرط ده إنه حرية هاي مركز للدليل أصدقى مركز أجد يخوي ابن عدي أب الله من إنك أهريبها أو تكذا ركعتين لكل مسلم قتل للدليل صبرا حرق لقد له الصلاة صلاة للتكذا محوسمي قياسا على صلاة الخروج من البيت حقيقة كقاطع بعض العالم حوالينا استنباط الدقيقة وإيه أحاديث قارخ وحي شيئاً قرقة ما قد كبح حيسه وحاسونا إلا برك عدود لتكده لا برك عدود مركز سوق ليسنا وحاسونا إلا تكده لا برك عدود خوي ابن عدي وحوارك محكبح هيا قرقة الدنيا كتقة هيا حقي هذا هيا قرقة آخر فقاس الخروج من الدنيا على الخروج من الدار والبيت الخاص ركعتين ساسو التكده وأخبر وحون الشيغي يعني النبي نبحو الشيغي أصحابه أصحاب تتبقوا الشيغي يوم أصيبوا مالك اللي إلا باباش أصحابه طبان كأها خبرهم وركو دي خبر قريات كم صحابه الشيغي بل روايات قرقوا الشيغي يعني خبيب مالك اللي دي لي يي مركي أي كب الله بطيب وإله يو نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي قم مدينة شوغا يوحولوا عليك السلام يا خبيب ورحمة الله وبركاته الآن قتلت قريش خبيبا حلق هذي دلين بور سلام تنقضينا أسقى إسوع سلامه زي مدتنا سيدو كله سلام تسمى بقى سوق مدينة جوجو قاضي أصلا سلام تقول له سوق قرسي عاصم مركو إلى هبري إلى ورك النبي نجى قرسي ثم ركب الله شيء يدوم هذا تلفونه وحسبوه شيء تاني نبي محمد يجبريل له وش أقول حيث تلفون ويكون وبعث ناس هضامرك لبدا ودا سداسا لغو دلي قريش مركو حيو عيل قبتي عاصم بن ثابت نك عيدن كابن دوله او اها هاوش اس خبيب نين دمبو واغي دمبي اسلامي او سعيد بن عامر لورن جري الجمحي او ولادي يا عمر دي الشام واغي دم عمر او جوغي اها ايا كحنون سن جري قاب كلو دول خبيب بو جوغي هباركي سي بو جوغي مسايد مركم مسؤول كأي مقال وكتن لها يمركم مجلس كفاريستو ومضى وش كان يو مرمر بانتين نبر وقبتو سوحي جري والدقيقة كم قران جري خطك جيني وقبال لما ذو قران يحوال الطفي قران بالله ساري هوش دواء لواي واجد ذنب عمر بالله قط شادو لقد دعو حال نك أمير كان نوعي مقال هذا هاي ستي سعيد بن عامر الجمعي مر والبو مجلس فاريستو مال مال وصوحي جري ولقتو كرفت نكن ما فيو بين نجب بدل سيدنا عمر وراق وري سوق إمام المدينة جيبت هوش كلو أجاذي نين قيام بدن أو صلاة وناقصنا أهل خيرة حل إدي لكن حور سعيدو عن قويدي رشام وحي شجعنا مال مال الصحدي ما كاخل دن حور يا أمير المؤمنين خوي بن عدي مالك اللي دله هي ذاتك تشوقي بنا هابور مر البو خبيب قاب كل لود دري يسون نوها بار أن حسوسته وأن صحابوري أمير تبول ما هؤلاء دوا ذك بيا هيد بوري أم منكم حنكبق ولا أنا مسلمة هبار كي خبيب إنه يقول له
marka cabsi aan cabsanayo qoob gariir baa maanta isgaran waayo yaan khadka baxaa wariyo xanuunka lama qabo sayidina marka cumar wuu bogo wuxuu yidhi waan ku dalacsiyeyba haddaad aminkan adoo gaal ah wixii dhaca ka cabsanayso adoo muslim ana idab darasameyn maysi nin fiican baad wuu dalacsiyey hawlahaasay ahaayeen wabacathad idan quraysh waxay ciilkaa ka weyn u qabeen oo diminta u qaninahayeen caasim ibnu thaabit oo rag badan ka qabay laba wiil oo walaalo isku meel dhiga dagaalka badar nin dilaa buu ahaa caasim ibnu thaabit hooyadood oo la odhan jiray sulaafa sulaafa la odhan jiray waxay ku nadartay ninka caasim ibnu thaabit soo dila shardi ku gashay ee ii keena wuxuu doonaa waan siin bay jiray caasim haddaan helo isagoo mayd ana madaxiisa intaan haragga ka bixiyo qoloftiisa un bakeeri iyo koob ka dhigto yaan khamra ku cabahayaa bay jiray khamraan ku fiitisi laba wiil waa soo ayadu dhashayba isku meel dhigayo rag waaweyn ahaa dagaalamayo gaala ah ninkeeda xataa inuu dhaawacay baa la sheegaa rag badan bay ku quraysh ka qabay oo magaca leh marka aad bay u raadinayeen waa la carab way istaqaanaay habarti iyo dadkeeda waxay maqleen caasim ragga la dilay inuu ku jiro marka way raadiyeen وبعث ناس قليا وحيدرين من قريش كمذا وسلافية تلكيده إلى عاصم ثابت بيقدرين حين حدث مك الله أنه قتلين وشيدين محيقدرين أن يؤتوا تقدرها يعني محيك الربان أن يؤتوا إن إلي ما دام بشيء منه من عاصم يعرف لقوقرته ريبني وذيل قولي ريبني الحياب باشيقين عاصم ما دليل من ثابت نقا قرنين أيها مركة reebayn la xiyaan markii caasim dileen waxay damcay inay madaxa ka gooyaan oo madaxiisa sii qaadaan oo u geeyaan kufaar quraysh oo dhaninka waan dilay abaalgudna sii aduuna madaxi waa kaad ku sharaday ka bikiri ka samaysiiyo koobad khamrada ku cabto xoolaha noo dhig markay isku dayeen ilaahay ku sii daayay shinni guureysa oo la arag xoogadii awoodada eber ka dhigtay way fooday gelin waayeen وكان وحوها عاصم بن ثابت قتل رجلا نين مدلي ونين بودلي من عظماء قريش مقاوير قريشيه حابت بحوليه وحان فيلي الروايات كنا تلماما يعني هي عقبه من ابي معيط انه الدلي هاي الي مالكي لقبتي وكيل النبي صلى الله عليه وسلم وصو حرم بو اديبي اسغا امر كان نبي بحول دل نكان الا ولا لقبتي وكي يا معاني قريش ودم علي كل اللي يوم ما هي مسو خبا ما كل دلي سو بدر ما وحي يقبل ودلي محابيس لو سوق قبتي بو اذا فلنت الدلك وحا فليي عاصم بن ثابت نبي كان امره وي اوغايه مره غانتو نكاله فبعث الله لعاصم عاصم ربه ودري مثل الظله ضرر واحد مودو من الدبر شنئه شنئ زمت قنان هيا intay leegtay gaaguur dhan shinni dhan oo socoto guureysa ku fadhiisatay ciidanka soo agmaraba fahamatu hay ka dhawrto ka ilaalisay shinnidu min rusulihim ragay soo direen ee caasimada xiseen ay keenan la doonay kadib markii ay shinnidu u mari waaye oo shinnidu eber ka dhigtay mid ay qaniinto mid ay kala toorto ay nafti waxay dheegeen shinni maxaa lagu yaqaanaa gobolka duu dhaco inay geedaha korto marka waxay dhayn shinnidu ay naga degtay aan sugno meeshii bay degeen intuu gobol ku dhacahayo nista meel laga gaarahayay sugeen oo shinnidu ay ka buulasheeda ka gelisay geedada ka korayso kadibna caasim baa inoo soo qaata shinnidu ma xorotaa aad dhaqaaqdeen bay yidhaahdeen roob mahigaana fakaday caasim iyo saxaabadi kale waa la waayay roobka baa qaaday sayidina cumar baa loo sheegay in shinnida lagu difaacay caasim isagoo madiina jooga haddana markii daliilha anugu waa berisanno gobolka inoo dhacay roob ilaahay ku qaaday wuxuu yidhi ilaahay ninkii ballan la gala isagoo nool gaal bannaan ka mara hadduu dhinta rabbi waa ilaalin la yaabo ragii sheegay bui caasim inuu nadar ku galay intuu nool yahay gankiisa inuusan gaal taaban isagoona usa taaban isagoo nool buu ilaahay ballankiisa oofiyey buu markuu dhintayna ilaahay baa ballanka u oofiyey shini baa lagu difaacay kadibna waxaa haddana lagu qaaday roob lama hayo raggii waxaa laga hayaa marka khubayb iyo waxaa laga helay Zayd ibn Dathira oo xaramka lagu dilay falam yaqdiru maysan karin
ميسن أو أن يقطعوا إنه يقويا منهم من خبي من عاصم شيء وحيك قويا، وهذا من معجزات من كرامات الأولياء. عاصم أو شيسة أو شو خبيب أنتوا بواتومر تنوارتان عنب كلاسيي إذن وحاكلوا كجرة طلقات كي جكسي خبيب بناكو يا الله إلهي أنو بريه أو حرق اللقاسي دايموس ويدسن أيه إلهي أنو رميه ويدس إله وأنا حرق اللقاسي دا أو كون عمان عمان دلكو آخري كدي من أنا أسكف صعد عن مدينة تجو هوش عزوج مدن عيني أحد الصالحين بلو يدل يمحو خبيس داوية وحولي ذاتك أولياء دا إلهي يقان يقين ترب سيجي مركي حالة فيريا ونفط هذه إسقابته قضها إني أهو جان سمن قضها الدورتان من الدو عيستان بوك قضها الدورتان وأيه من الدو عيستان دن جودو مسلم واكهلا لكن أزاي الله يبد ما هو دقاقة مركي إنه قوسي عرب وقرش قوسيه وقضها إله السجو وإله درت اللود لو كفضلي شهادة صوح قدرتي إنه على علو إله يسيدا مدينة أو تقصور لغيني قوله إلى الهدأة أجري الهدأة أجري أما الهداة أو الهداة أو الهداة أنت هو الآخرية موضع ملو يقول الله مكي عصان ودحيس وظلتنا السحاب وضرورة يرتع والدبرنا النحل والشندة وقوله اقتلهم بددا أجري بكسر الباء وفتحها لبض هو الآخرية اللهم أحسهم عددا واقتلهم بددا يا بددا بو الآخرية فمن كسر منك وصدق بددا يدا هذا قال وحولي مركو قيل لقي البحاي هو جمع بدة بددا وحاوي جمع بدة بدة با بدة لجمع يبوري بكسر الباء وهي النصيب وهي القطعة ولا دايرة القطعة قبل الله جوجو نول باء فريسي مصيبيسي الله كأدوي ومعناه مركا معناه لجودا وحاوي اقتلهم الله الله كون ما يشوف جوجا قال هذا حصصا قيب قيب كل كل يمرجو مرجو منقسمة وقيب سنت لكل واحد منهم نصيب إله وديلك أقيم وهي مدول بجونه وأصيب مدا الله حق يسوع مدا فرح كل فطو مد بلا يكفر يست مد جبي كدمه مد عور كراتوره نوال بمصيبة يا آف أزاك بقى لك سيدا ومن فتح نيجا كربا أي لا وقتلهم بدا داي لا ذنا قالوا علم معنا وحم متفرقين يوك على تكسن في القتل ديلك واحدا بعد واحدا من التبديل من التكلجين إله هل مالها كل لينه مد ولا منع لا كدلوي من نول بجوني مصيبة هايشو من نو حاوي مدو المصيبة ملع لا جونها كهشو تير نوام حي إله مصائب تني والبوحكسي نول بوحكسي أما مسكون ملها كل دنتين أما هكلا دنتين لكن نول بقيب عذاب قال له كسي داوي ما كات بضة خاص دكتو ما كات كل دكتنا إله كلن هؤلاء لينه وضاره واحد الله وي وفي الباب باب كرامات الأولياء يفضل قوذا وحاكم أحاديث كثيرة صحيحة أحاديث فربضان الصهور صحيحة سبقت كصور مرد في مواضع ماله هذه كتاب رياض الصالحين من هذا الكتاب كتاب كان الصقر منه وحاكم أحاديث صهور مرد باب كإن الوكي لنا أي مناسب كأهيد حديث الغلام ويلكي حديث كيسي الذي كان يأتي الراهب والساحرة وطمرتين ويلكي مرنا وتجري كاهن كي عراف كمرنا شيخة وحكبرنا هي مرك الدماء إلهي كرامي اللي بحب مضك قبطي بقر كي فود الجلي يضد كسب كسيكو إسلامي مرك الدماء تلمع ماشي الغرفة لا إيش هي عملية استشهادية قالي وطمرتين ومن هو حكم ذا حديث جريج الراهب من جي يسكن سوفي جاي بول كسر راي هو يدي مكدور كرتو واقضي ومقلواي لا امتحاني علمه اللي قوم مصبيتي تفرح كتابتك إلهي كادرسي وطمرتين وحكم ذا وحديث أصحاب الغار حديث كي رد قدك قلي الذين كواسوا أطبقت أو أطبقت لغضب ولي عليهم دشد الصخرة نجح والأفق وكفر يستي إنه هو بإله قاب كبر يي إلهنا وكربدي كف إذا أسنوا كرام وحديث الرجل بقى كمدة الذي سمع صوتا في السحاب ينكي كم قلي دوق ملائكة كم قلي عركة يقول دوق محولها اسقي حديقة فلان ورابي ضرورة بيرتي هبل كدي من صور هذا قاضي بير كل قد عبتي بير كان أمين أيمد نينك بو ورا يستبرت إسكلا بيها كوها قاتني وبرت محقوصة ما يزاه وأنا قصوم مرة بيرت وحي كصوب بحه صدح بانو قيبيا دلول هكاسن مريا دلول واصل قيستا دلول وحن كل عليا بيرت إذا وصوم برت نقصديس
وغير ذلك انت انا كان حديث بدن بسومرتي والدلائل في الباب دلائل كتم الباب كان اولياء اي كرامات ليهن المسلمين يصلحوا كثيره مشهوره ويبرنت ولا يقن وعان وبالله التوفيق. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وحول ما سمعت من مقل حديث كان ان لا دبدغي اهيد كفي عن حق التاليف كاي تفننك حديث كهوري يا ابي هريره كن شم بقول يا افر اللي وحجي اهيد لقد كان في من كان قبلكم من الامم ناس محدثون فان يكن في امتي احد منهم فانه عمر الا دبدغي كفي عنيد. طيب صادرت كتب تقاركود حديث كان ما بشيغان روايه ما بشيغان حديث كان ما بشيغان نصدق قاركود مجهدة. قال ابن عمر ما سمعت عمر أبا عمر ما نمق يقول أسوى لشيء شيء قط ولي إني لا أظن كذا ساسا في ليا ولي أبا شيء عرق مرد في النوم سيدا إنو يهي أما سيدا اللقوة أيام في ليا هدو يجاهدو إلا كان كما يظن سيدا مليب النقن شريب رواه البخاري. سيدنا عمر مكة في راسه يلهام حول عدتك وكقدوية وحنتو سأوفر إلى سيدا إنه تام في ليا وبين نقن شريب كرامات بضم بيلين سيدنا ابو بكر الصديق باكم ذا مالك كل من يحنون صنع عايشوا اير حوري ابو روحا ما انت الدنيا كلاتش على هاي وباهي دي سو سيد ديفيسو اديكا كادر مشرور اظن كوكوش عني روح وحالة اكتدنا عزيز كوى وارد ويد بانكو سيبوري انا بير كاغوسوتو لاباتن وسقي لاباتن كي وسقينا ولي مادم قدومين أنا حنون كان أي هيا وأنا أقول لمن كمك عاي ويابتي تذكر دم بايا كمك عاي وأقول لمن إياه هو ورطة دردارة مقصودة إياه مد الله بعد بحول وحي أن كتك هاي وارد حل هداد هي وحن كوه بي أنت النولا أنا لمن أت قبضون له دول لو ريجل هاي دحل مكة شيء هي بدو واسدة وحبان كسي أذون ولي يقدوين بان قرف إري دحل بيجلس هي بدو حلو ملكية بالقبض ما فهمت ورقه سقا قرب ودادك سي انتم كاد من كلا وري نبا حقوقك سي هلا ام كو هيبي كلا وري كل وكيل درسته ادي كلا وي كديس وحور ابو مركا ادون لا وريين بان دمانيا هانتيداس اي وخي ان لابا وا دخل ميل كاما جيراني ادينكو افر دخلايه لبا دي ولال لبا ويلود ولالتين اي لبا لبا غبدود ولالها اوي حيت رين ابو عبد الرحمن يا محمد وان قرتي عبد الرحمن بكر الصديق عبد الله رامبو بنت اوقتي الله عبد الله بكر الصديق وهو بنت ابو بكر وجوغو بنت عبد الرحمن بكر الصديق وان قرتي عورت كريركها ايو محمد ابن بكر الصديق اسماء دشي الا جعفر مكو شيد كدي ابو بكر باقو سويل باو دشت قرنيسا لبدا ويل وان قرتي انا يا ولاشي اسمنا وان قرتي مثل ابو بكر الصديق ذات نطاقين كبر صدح هذا شكت ابو محيط اي كتير ابو محيط وقبل ان تشوف الدنك حول اسلامتي انا خارجة هاي دوار وان قرصدي سو انا اور لي موك ها قبل بدل يساب بحالك ابو قيبنا يا ابو لبا ويلو كو دلتي يا اديك ايو لابد قبل هذا وراها وحوار دحلاي بابا شنتينا لواتن كوسخيت قادن ويدي ميل كاما ادينه هي ولا لها اياد بابا قان هي بود ابو بكر سي سوي نقط سيدي غبر بيد شي غبر دي غبر دي حامله غبر بيد شي حنون كان موسى كعو كدنت فراسه النوع عاش الصحابه اد بعو بطني اد بعو بطني حديث كما كسدو شيغي وحا وي حديث ابن عمر باكا غفلن والنبي يقول ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وفي رواية إن الله جعل الحق على لسان عمر وقوله إلهي عرف كيسو حق كدر رنجري صدرت سياسات كيسي يا مامل كيسي يا قواشي سي حكم إلى يوم هذا للدراسة يوي كتب دنبا لغو قرى قاونا كقرى مسلمين تنعي كقرى حديثك عقبة بن عامر سيدو كالي لو كان بعد نبي لكان عمر نبي حوله هدين نبي قدم بين يقداشين نبي لسو صار لها لما سو صار إيه عمر بن نقن لها مواصفات كي سي إلهام كي محدث نمدي هل قصوا نبي قرشي عليه الصلاة والسلام المهم قبل
كرامته ما كينتو اسمنا ما كينتو إن دم بكبيرة كل عنا ما كينتو إن أترون شيء في جميع الأمور ما كينتي وآيات إيو قدرين إيو حوجين من الله كتمادة ولمصلحة دينية أتمادة بي أتمادة سوكر وحلقوا إجماعي كرامته كما موقت إلى هنا مصية فسقط يا منافقين تدك مؤمنين تسورة حدا بشر كرامته إلهي كالمية وأن التقوية لضعف الإيمان أصل كيدو سلاسين نقطة إن أيضا مركضتك القبة عدو حق الله إيشو وحلمودو دتك إن الله حديرت المودان وحد علم ونقص في الدين وإنكارها نوى كفر على التحقيق إن لضفرنا وكفر إن أيضا اتكاله ومضى إن الله حديرت إلا اسمودان ونقص في إيمانك ودينك ورام ضعيف بضاهد بالقوله مرك إنا يتهاي حالات صوكر الله وإله مصلحة دين يتكلي ياهاي أدوانا كوكو ما مسوء أرك ومدن أحمد ديري عمل كذي إيمان كذا كلو هوشكو حران تهاي إنكري ديدان وكفر بيقارسي مدادو إلا إنكر لأن النصوص تتستيسة في الكتاب وسنة وإجماع سلف الأمة ونصوص قطعية والدلالة دي يثبوت كذبا مرك إن لدفره كفر باكر لأن الله يسادر تير معزلته وذا دا كتكفيري والله سبحانه وتعالى أعلم.